أدانت المكونات التهامية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الحديدة العدوان الصهيوني الهمجي على المنشآت المدنية للمرة الثانية خلال 70 يوما في محافظة ترزح تحت وطأة وحصار ونهب ميليشيا الحوثي الإرهابية على امتداد عقد من الزمن. بداية نستنكر ما قام به الكيان الصهيوني من ضرب ميناء الحديدة وتعطيل هذا الميناء الهام على مستوى اليمن، مما تسبب في مقتل أبرياء من أبناء الحديدة. القصف الصهيوني تسبب في استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير محطتي الكهرباء في رأس الكثيب والحالي، تدميرا كاملا ليضاعف الكيان الصهيوني من معاناة 3.5 مليون نسمة من السكان، مخلفة مجاعة في هذه المحافظة المنكوبة. في الحقيقة جاءت الضربة الجوية الإسرائيلية للمنشآت المينا والكريكت والبترول، هي كانت اعتبرها القشة التي قسمت ظهر المواطن وليس ظهر البعير، ظهر المواطن. لا يزال هناك رمق للحياة يستطيع المواطن أن يقاوم فيه في الحديدة في ظل استعباد الميليشيات الحوثية لهم وابتزازهم وامتصاص كل خيراتهم وثرواتهم. الكيان الصهيوني في قصفه الهمجي لمصالح المواطنين في الحديدة واستهدافه للبنية التحتية قدم خدمة لميليشيا الحوثي الإرهابية في إعداد ملف إنساني تتاجر به ميليشيا الحوثي الإرهابية لدى المجتمع الدولي، وكذا تجويع المواطنين وتدمير مقومات الحياة في محافظتهم المنكوبة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.